هذا السؤال ما هو حد ما علم من الدين بالضرورة الذي لا يعذر أحد بجهله؟ الجواب أن الذي لا يعذر أحد بجهله من الدين هو المعلوم من الدين بالضرورة، أي الذي لا يدخل الإنسان الإيمان إلا به، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إجمالا، وكالإيمان بوجوب النطق بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إجمالا أيضا، وكالإيمان بحرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحرمة الشرك وحرمة الشرب شرب الخمر، وحرمة الزنا وحرمة السرقة وحرمة الربا، فهذه من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيئا منها كفر بذلك، ولا يعذر أحد بجهلها لأنه لا يدخل الإيمان إلا إذا عرف هذه الأمور لأنها الإيمان. أما ما سوى ذلك فإن الإنسان كالتفصيلات فإن الإنسان يعذر فيها، ودليل ذلك قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنن، قلتم الذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وعذرهم ولم يكفر أحدا منهم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا باللات ولا بالعزة، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله وفليقل لا إله إلا الله. وكذلك قوله لعمر أفي شك أنت يا ابن الخطاب فلو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك قوله لعمر لا تحلفوا بآبائكم فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وكذلك حديث عائشة في الصحيح أنها قالت ما كنت أعلم بعذاب القبر حتى دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائذا بالله من عذاب القبر، ثم لم أزل بعد أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فعائشة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أقوى الصحابة ذاكرة وفهما وحفظا في دين الله، ومع ذلك لم تكن تعلم شيئا عن عذاب القبر، وكذبت هاتين العجوزين من اليهود وأنكرت عليهما، قالت لا يوجد عذاب القبر وأنكرت، ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بل عذرها بجهلها إن لم تكن تعلم هذا. فنحو هذا من الأمور يعذر الناس بجهله.